تفضل يا صهيب. حدثنا القاضي أبو يوسف يعقوب بن حبيب رحمه الله قال: حدثني مطرف بن طريف عن أبي الجهم عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة والإسلام شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. لقد أخطأت يا صهيب في سند الحديث، فهل يعرف أحدكم أين موضع الخطأ؟ تفضل يا ابن حنبل. أخي صهيب أسقط من السند اسم خالد بن وهبان، فالحديث كما رواه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة النعمان رحمهما الله قال: حدثني مطرف بن طريف عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر. أحسنت يا ابن حنبل وبارك الله فيك. حين يأتي أبوك يا عمير قل له أن يصحبك إلى الدكان لتصبح إسكافيا مثله. حين يأتي قل له ذلك، إسكافيا مثل أبيك. تعال إلى أمك يا عمير. عندما يأتي أبوك قل له أن يأخذك إلى جدك لكي تصبح جزارا مثله. تعال إلى جدتك أيها الإسكافي الصغير. اسمع كلام أمك أيها الجزار الصغير. إسكافي بل جزار بل إسكافي. قلت لك جزار. قبحك الله، افتح الباب لزوجك. افتح الباب لابنك. ايتها القبيحة. السلام عليكم. اهلا يا قرة عيني امك. عمير، عمير تعال يا عمير، تعال يا حبيبي، تعال يا حبيبي. اسمع يا عمير، أريدك أن تصبح عالما. قل لي لماذا تبكي أمك؟ هل ضربتها جدتك؟ لا. تشاجرت معها؟ لا. مات أبوها الجزار؟ لا. ماذا؟ أترجو الموت لأبي يا عامر؟ زوجتي، الموت لا يترك أحدا. قولي لي لما تبكين؟ زوجتك تريد لعمير أن يصبح جزارا، وأمك تريده إسكافيا. ألن ننتهي من هذا الصراع؟ ألن ننتهي من هذا الصراع والجدال يا أمي؟ كلما أتيت إلى البيت تبدأ مسيرة البكاء والنواح واللطم والصياح. لا إسكافي ولا جزار، لا هذا ولا ذاك. سأرسله إلى الكتاب يتعلموا القرآن والحديث. ماذا؟ هل تريده أن يصبح قاضياً كقاضي بغداد؟ أم سيصبح مثل الإمام أبي حنيفة النعمان؟ اتفقتما الآن؟ اتفقتما؟ اسمعا، أنا مصر على إرساله إلى الكتاب يتعلم القرآن والحديث. آه، بيت العالم، عمير بن عامر الإسكافي، أم العالم، جدة العالم، أبو العالم، عائلة العالم. مسكي، مسكي، مسكي. اللهم لا نسألك رد القضاء، ولكننا نسألك اللطف فيه. هيا أيها المارقون، قوموا، هيا تحركوا بسرعة. هيا هيا. الحمد لله الذي أراحني من هذا المكتري، لقد أرهقني لوم الجيران بسببه. أين ذهب؟ لا أدري، على أي حال
يبدو أنني لن أؤجر هذا البيت بعد اليوم إلا لرجل يأتي بشاهدي عدل. كان الله في عونك يا ابن نوح. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت يا ابن حنبل، لما لا تكف عن التكبر والتعالي علي؟ وفيما تكبرت أو تعاليت عليك؟ من تحسب نفسك حتى تصوب لي كلامي أمام الشيخ؟ أم أنك نسيت من أنا ومن أنت؟ اسمع يا أخي، إن كنت تظن أني نلتك بمساءة فأنا أعتذر إليك، ولكن يجب أن تعلم أن هذا العلم دين ودين الله لا مجاملة فيه. أما الأخرى يا صهيب، فالناس لا يتفاضلون عند الله إلا في التقوى. وما يضيرك أن تسكت؟ أم أنك تهتبل أي فرصة للنيل مني؟ لا أسكت عن خطأ وقع مهما حدث، وشيخنا من طلب مني أن نصوب الخطأ الذي وقعت أنت فيه، وما فعلت إلا واجبي وما طلبه شيخي وشيخك. أقسم لتدفعن الثمن غاليا يا ابن حنبل. وأقسم إن عدت لمثلها لتسمعن أكبر من أختها. من منكم ينكر ما نسب إليه من الخروج على طاعة أمير المؤمنين؟ أنا يا أمير المؤمنين، أنا وتلامذتي لم ولن نخرج عن طاعة ولي أمر المؤمنين يوما ما دام يحكم بشرع الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. حتى لا يظلم أحد عندي، ستعرضون على القضاء وللقضاء الكلمة الفصل. خذهم يا مسرور. السمع والطاعة يا مولاي. هيا تحركوا أمامي، تحرك هيا. أقسم لتدفعن الثمن غاليا يا ابن حنبل. وأقسم إن عدت لمثلها لتسمعن أكبر من أختها. لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله العظيم. اللهم لا تجعلنا ممن قلت فيهم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، بل اجعلنا ممن قلت فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان. تفضل. إنك فتى ذكي يا فرج، فقد استطعت في فترة المجيزة أن تصبح من خيرة الصانعين، حتى أنك تفوقت على معلمك بهزان. يا أبا سرحان، أي ذكاء؟ هانا ذا في هذه الدكان منذ سنين ولم أستطع أن أجمع درهما واحدا. أي ذكاء في أن يقضي المرء عمره يركض ولا يرجع في آخر اليوم إلا بما يسد رمقه. ما دمت لست راضياً عن عملك فلما تستمر فيه؟ وهل وجدت سواه؟ الأعمال كثيرة، أنت اخترت صناعة السروج. الأعمال كثيرة؟ أعطني عملاً واحداً يزيد عائده عن عائد عملي. وإن دللتك على عمل كفيل بإرضاء طموحي. أيليق بي أن أمسك لساني عن خطأ في رواية حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرضى صهيب؟ أعلم أنك لست بملوم على ذلك يا أبا عبد الله، ولكن صهيبا غفر الله له أساء التصرف واستعجل الرد. إنما المؤمنون إخوة، ويجب أن لا تسمح لمسألة صغيرة عابرة مثل هذه أن تفقدك حلمك وأناتك. يا بدر، أنت تعلم أن هذا العلم الذي نطلبه ليس كغيره من العلوم، وأنت ترى حولك كثرة الوضاعين والمدلسين في حديث رسول الله، وإن لم نتحرى الدقة نحن طلاب الحديث الشريف فمن يقوم بذلك؟ صهيب أخطأ بنية صافية يا أبا عبد الله، وأنت تعرف ذلك جيدا.
النية الصافية لا تبرر القول الخطأ والعمل الكدر، والأهم عندي هو دقة نقل الحديث الشريف سندا ومتنا، ولا مجال للمجاملة أو المداهنة في علم رسول الله يا أبا عبد الرحمن. فلنترك حديث صهيب كي لا أنسى ما أتيتك به، اجلس. خيرا يا بدر. الحق أنني جئت أعرض عليك شراء دكانك التي في السوق، وأنا مستعد للثمن الذي تريده. دكاني؟ دكان أبي؟ أجل، ومن زعم لك أنا دكاني للبيع؟ دعك ممن زعم أو ممن قال، وقل لي كم تريد ثمنا لها. دكاني ليست للبيع يا بدر. وإن قلت لك أنني سأدفع لك فيها 1000 درهم، أكنت توافق؟ لو دفعت لي ثمنها مال الدنيا لن أبيعها. السلام عليكم. منذ مجيئك إلى هنا وأنت لم تذق كسرة من طعام، ما أخبار ولي العهد المأمون؟ على الوجه الذي تحب وترضى يا أبا الفضل. لقد استأثرت به من دوني أيها الماكر، فصار يميل إليك أكثر مما يميل إلي. إن مال إلي أو مال إليك فهو حتما مائل، مائل إلى أصل واحد. لفض فوك يا ابن سهل، فيك بلاغة الأعراب وصنعة لغتهم، فليكن لسانك على قلبك دليلا. وهل عندك شك في ذلك؟ لو تسللت الشكوك إلى صدري ستكتوي بنيراني. أعرف، أعرف يا أبا الفضل. إن كان قدرا لها أن ترى أهلها فستراهم إن شاء الله، وإلا فما لكم إلا الإذعان لقضاء الله وقدره. لا إله إلا الله، نسيت أن أسألك عن شيء يا أبا عبد الله. ما هو؟ لي صديق من خيرة الناس في بغداد، وقد مر علي اليوم يسألني عن دار نكتريها، فتذكرت أن عمك إسحاق لديه بيت يؤجر. أعتقد أنه أجر هذا البيت. خسارة. ولكن سمعت ابن نوح يقول إن دارهم قد غادرها مكتريها، وهو يبحث عن مستأجر جديد. حقا؟ سأسأله لعله لم يؤجرها بعد. وإن رأيته أنا قبلك سأخبره إن شاء الله. جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله، تفضل. لقد رفض ابن حنبل أن يبيع دكانه. وهل أخبرته بالثمن الذي سيأخذه لقاءها؟ أخبرته، لم يأبه به ولم يهتم. وكيف السبيل إلى إقناع ابن حنبل هذا؟ هي تكاكين كثيرة وسنجد غيرها، لا تقلق. ولكني لا أريد إلا دكان ابن حنبل، فهمت؟ لو تدرين كم اشتقت إليك يا فوق.
إلى متى ستبقين على هذه الحال يا فوز؟ لا بد أن أجد حلا ينقذني من هذا الجحيم الذي أتقلب فيه. لما لا أقبل ببيعي وأرتاح من هذه الشقية المجنونة؟ ما بك يا فوز؟ هل جننتي؟ كيف تقبلين بأن تكوني جارية؟ تحملت كل سنين الحبس والحرمان لأرضخ في النهاية. لا، لن يكون لك ما تريدين أيتها البائسة زمرد. لا. أترى يصدق أبو سرحان فيما عرضه علي؟ ولكن ما حاجة أبي سرحان إلي؟ ما يعنيك أنت يا فرج؟ ألم تكن تبحث عن عمل أكثر مالا ونفعا، وهو يضع بين يديك فرصة عمرك؟ ثم إن الأمر لن يكلفك كثيرا، لن يحتاج منك إلا أذنين منصتتين لكل كبيرة وصغيرة في السوق، وعينين يقظتين. لو صدق ما تعدني به يا أبا سرحان، إذن سأودع الفقر إلى غير رجعة، ومن يدري لعلي أصل إلى بلاط الخليفة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأعوذ بك أن أقترف سوءاً على نفسي أو أجره إلى مسلم. منذ مجيئك إلى هذا السجن وأنت في هذه الحال، ما مررت بك إلا ورأيتك تصلي أو تدعو الله. ما دمت تحمل كل هذا الإيمان في صدرك، ما الذي ساقك إلى هنا؟ لما خرجت على ولي أمر المؤمنين؟ كم سنة مضت عليك وأنت في هذا المكان؟ منذ سنين، حتى أنني نسيت أن أعد الأعوام التي أمضيتها حارسا في هذا السجن. وخلال هذه الفترة ألم تعرف من المسجونين الذين رأيتهم من كان مظلوما؟ إن أردت صدقا، بين جدران هذا السجن تعرفت على الكثير ممن اتهموا ظلما وسجنوا عدوانا. وقد أكون واحدا منهم، فليس كل من قبع في سجن مذنبا. ابن يعقوب مثلا مكث في سجنه سنين طويلة حسدا وظلما. في هذه صدقت، إن أخبرتك عن قصص المظلومين الذين قبعوا في هذا السجن فلم تصدق. بل أصدق، فأنا واحد منهم، ومع ذلك أحب أن أسمع منك، فأنت شاهد عيان. فهذا إذا كان لديك وقت. إن كان لدي وقت، الوقت في السجن يتساوى فيه السجان والسجين، ولكن الكل يبحث كيف يخرج ومتى تنتهي مدته ونوبته. ولكن قبل أن أقص عليك قصص التي أعرف، ألا تريد أن تعرف ماذا حدث مع الذين كانوا معك في هذا السجن؟ كنت قد طلبت منك سابقا وللآن لم تخبرني. سمعت أن بعضهم قد عرض على القاضي وثبتت تهمهم، وأنزل الخليفة بهم القصاص الذي يستحقون. والآن
بعد الذي سمعت. أما زلت تريد سماع قصص من ظلموا؟ أجل، أحب أن تخبرني بقصصهم، فربما كان للمظلوم عزاء بمصير من هم مثله. اسمع إذن. اعلموا أيها الإخوة أن العوام من المسلمين ومن يتسيدونهم ممن يدعون أنهم علماء أهل السنة والجماعة ما قدروا الله حق قدره، ذلك أنهم ساووا بين الله تبارك وتعالى وبين ما أنزل من القرآن، فأطبقوا مجتمعين واتفقوا غير متعاجمين على أن القرآن قديم لم يخلقه الله، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: إنا جعلناه قرآنا عربيا، فكل ما جعله فقد خلقه، وقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقال: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فكل محكم مفصل دخله محكم مفصل، والله محكم كتابه ومفصله، فهو خالقه خالقه ومبدعه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنت عامر الإسكافي؟ أجل، أنا عامر الإسكافي، لابد أن سمعتي تطير بها بغداد. إذن فهذا دكان أحمد بن حنبل. أجل أجل، هذا هو دكان أحمد بن حنبل. إن لي حديثا معك سيسرك. هذا هو البيت أمامك، تفحصه جيدا وانظر إن كان يحوز على رضاك. يبدو لي أن البيت مناسب جدا. كم تريد أجرته يا أخي؟ ما دمت قد جئت من قبل أخي مروان فلن نختلف. بارك الله فيك، المهم أنه حاز على رضاك. أرضاني أكثر أن أتعرف إلى شاب رائع مثلك. بارك الله فيك يا ابن أبي دواد، تفضل. سألتني من الذي ينال إعجابك من الشعراء يا مولاي، وأنت تدري هوايا في بشار بن برد. وبما استأثرك بشار بن برد؟ ربما بجرأته وجسارته. بن برد جريء؟ أقصد في شعره يا مولاي. وأين وجدت جرأته يا ابن الربيع؟ ألم يجاهر بن برد بالنيل من أمة العرب؟ بل وصلت جرأته إلى النيل من الإسلام أيضا، لأنه في ظنه دين العرب فحسب. هذا كلام حاقد لا كلام ناقد. أنسيت يا جعفر أن مولاي المهدي رحمه الله جلده بتهمة الزندقة؟ ما لنا وهذا؟ نحن نخوض في الشعر لا في الدين والاعتقاد. لا أرى فرقا بينهما، فالشعر صدى العقل ومرآة القلب. أما أنك تمجده وتفاخر به لوازع آخر غير البلاغة والفصاحة. ماذا تقصد يا ابن الربيع؟ في كلامك غمز ولمز لا أرضى بهما. لو لم نكن في حضرة أمير المؤمنين لكان لي معك شأن آخر. جعفر! مولاي. إنما أردت أن أسمع بعضاً من الشعر. لا مهاترات صبية يا ابن الربيع. قد عرض علي الرجل 50 درهماً إن أنا أقنعت أحمد بن حنبل ببيع الدكان. 50 درهماً؟ أجل يا سلمى، 50 درهماً، ووعدني أن يخفض إجرة الدكان إلى النصف إن أنا أقنعته. آه يا سلمى، كم هو رجل كريم. ترى سيقبل أحمد ببيع الدكان؟
ولما يرفض؟ ابن حنبل أعقل منك أنت وصاحبك هذا، ولا أظنه سيفرط في دكان أبيه. إنها مصدر دخل ثابت وجار، والنقود كالطيور يا ولدي، كل يوم هي على غصن. اطرح عنك هذه الأوهام. ما بك؟ أمي، نسيت أن أعطي أحمد بن حنبل كراء الدكان، إنه يغض الطرف عني منذ أشهر يا أمي، لابد أنه بحاجتها. إذن اذهب إليه غدا وعطيه ماله، ثم فاتحه في أمر بيع دكانه. أحسن أحسن يا سلمى. أمي، أقصد كي يبدو الأمر طبيعيا. أنا أرى غير ذلك. إن كنت ستفاتحه ببيع الدكان، أرى أن تؤخر الأجرة لبعض الوقت. أؤخر دفع الأجرة لبعض الوقت؟ هكذا نقابل صبر الرجل باللؤم والخف يا أمي؟ لا يجوز، عيب، هذا ليس من أخلاق الرجال يا أمي. تذكري ما قلت لي، تذكري، إن الدكان مورد رزقهم الوحيد. وهذا هو بيت القصيد وغاية ما نريد. قصيد نريد؟ أمي تقول الشعر يا سلمى، كيف كيف يا أمي؟ لما لم تجهزي نفسك أيتها الفتاة البائسة؟ ألم أقل لك إن هناك رجلا من ملأ بغداد سيأتي ليراك، وإن أعجبته سيشتريك. أنت قلت ما عندك وأنا لم أقل شيئا. أيتها المجنونة، في داره ستعيشين كالأميرات، أفضل من أن تبقي في هذه الدار البائسة، أرتاح منك وترتاحين مني. قلت حقا، لن أباع له ولا لغيره، حتى لو كان أمير المؤمنين. أنا حرة، أنا حرة، هل سمعتني أيها السيوح؟ اخرسي، أنا حرة. اخرسي اخرسي اخرسي، أقسم إن بقيت على هذا الحال لأقتلنك وأرتاح منك. اتركوني. ما بهذه الفتاة؟ لما تعاملونها بهذه القسوة؟ هي من يجبرنا على هذه المعاملة؟ بعد أن اشتريناها اكتشفنا أنها تصاب بحال من الجنون، ولكن هذا الحال لا يستمر إلا لحظات، وبعدها تعود كما كانت. إنها كاذبة، أنا حرة وسأبقى كذلك ما حييت. هي من سلبني حريتي وتريد أن تبيعني لتكسب مالا. لا، كاذبة كاذبة. ألم أقل لك إنها مجنونة؟ هذا الصك الذي يثبت ملكيتنا لها، مع أن هذا الحال لا يصيبها إلا نادرة، ولكن شاء الله أن يصيبها اليوم أثناء وجودك. حسنا، سأذهب الآن وأعود لاحقا، ربما تكون قد استعادت عقلها. على الرحب والسعة في الوقت الذي تشاء. Thank you.
إذا جاء يوم صالح فاقبلناه، فأنت على يوم الشقاء قدير. من شيء يحزننا أو يكدرنا إلا أن نغفل عن ذكر الله عز وجل. أمير المؤمنين يطلبكم للمثول أمامه. السمع والطاعة لأمير المؤمنين. أتعرف ما الذي ينتظرك عند أمير المؤمنين؟ ينتظرنا قضاء الله وقدره. هيأت نفسك للموت إذن. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لست خائفا من الله؟ بلى بلى، أما من غيره فلا. حسنا، فالسيف والمرتب ينتظرانك. هيا. كان الله في عونك أيها الشافعي، كان الله في عونك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا رهن أمرك. إذا نعتبر نفسك من الساعة مسؤولا مني. ولكن بدأنا بالاستدراكات. لا لا، أقصد ما هي طبيعة الأخبار التي يجب أن أنقلها. أي خبر؟ لا تفوت شارثة ولا واردة. أي حديث يمس أمير المؤمنين أو دين أمير المؤمنين أو دين الدولة أو رجلا من الحاشية تنقله إلي، وبقدر أهمية الخبر الذي تنقله تكون منكرا. أنا على يقين أن عمل صفية سوف يعجبكن. نرجو ذلك لنرى. هذه هي السجادة. بارك الله فيك يا صفية، ما أجود الحياكة وما أبدعها. المهم أن تعجب السيدات أيضا. كم تطلبين ثمنها؟ يكفي أن تنال إعجابكن. هو لا خلاف بيننا على الثمن. قولي كم ثمنها. أنتن في داري، وليس من المروءة أن أساومكن على ثمنها. سأترك لكن تقدير الثمن. أقل جودة منها في السوق تباع بعشرين درهما، وأظنها تستحق 25 درهما. يكفي أنها من صنع صفية. أليس هذا كثيرا؟ لا ليس كثيرا، لقد عملت فيها أياما وليالي. السلام على أمير المؤمنين. وعليك السلام يا مسرور، ما وراءك؟ السجناء الذين طلبت يا مولاي. أدخلهم. السلام على أمير المؤمنين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أنت محمد بن إدريس الشافعي؟ أجل يا مولاي. أجل يا مولاي. لماذا شققت عصا الطاعة وخرجت على أمير المؤمنين؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لقد من الله عليكم يا بني العباس بالملك والعلم، فقابلتم هذه المنة بالإحسان والشكر. أحسنتم إلى رب العباد وإلى العباد، فخضعت لحكمكم البلاد. رفعتم شأن السنة وعلمائها، فرفع الله شأنكم. ودحرتم أهل الضلال والبدع، فدحر الله عدوكم. ولكن يا مولاي، مما يثلم الملك المتين ويهزه بعد التمكين أخذ الناس بالريب والشكوك. وإذا كان هذا سائغا في بداية دولتكم فليس له الآن من مسوغ، وقد استقر ملككم وثبت الناس على الطاعة. إن الله يا مولاي أمر بالعدل وبالحكم فيه إذ قال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقد نصحت في هذا بعضا ممن وليتهم أمر المسلمين، فما كان منهم إلا أن رموني بأشنع التهم ودفعوا بي إليكم مع تلامذة هؤلاء مقيدين مكبلين. وإليكم الأمر يا مولاي، فاحكم بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. تقصد ولينا على اليمن؟ أنا لا أرمي أحدا بغير حجة أو دليل يا مولاي، وما قصدت رجلا بعينه، إنما قصدت ذلك الذي بعث إليكم بتلك الوشاية الكاذبة كائنا من كان. إنما أنا رجل أمضى عمره في طلب العلم ومدرسة كتاب الله عز وجل، وليس لي في شؤون الحكم والسياسة، فهي لها رجالاتها المحنكون. أما من ادعى أنني أنصر الطالبيين على أمير المؤمنين فقد كذب والله، فأمير المؤمنين والطالبيون يمتان إلي بذات الصلة. هذا أخي وهذا ابن عمي، وما أنا بناصر أحدهما على الآخر. ومن كان يدعي غير ذلك فليأتي بدليله إن كان صادقا فيما يزعم. أما يا مولاي محاكمة القلوب والنيات فهي من شأن عالم الغيب رب الأرض والسماوات، لا من شأن القضاة أو الولاة. إنما يحاكم القلوب من هو أدرى بما تكن القلوب. ما رأي قاضي قضاتنا بهؤلاء الرجال؟ إن أذن لي أمير المؤمنين، لقد نظرت في أمر هذا الرجل وهؤلاء الأربعة فلم أجد دليلا واحدا يدينهم، وقد أنكروا كل ما نسب إليهم خلافا لمن حكمنا بهم بحكم الله. وأشهد الله عالم الغيب والشهادة أني أعرف هذا الرجل جيدا، لكني لم أذكره بنفسي، وهو كذلك لم يتذكرني. ألا فليعلم القاضي محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة النعمان وتلميذه النجيب أنني عرفته مذ رأيته، ولكن لم أشأ أن أذكره بنفسي كي يكون عادلا أمام الله وأمام أمير المؤمنين. مسرور. مولاي. أعد السجناء إلى محبسهم حتى ننظر في أمرهم. السمع والطاعة. هيا.
من أين تعرفه يا أبا الحسن؟ لي به معرفة سابقة يا مولاي، التقيته بالحجاز وهو من ألمع طلبة الإمام مالك رحمه الله. من ألمع طلبة الإمام مالك رحمه الله؟ نعم. إذن فأنت تعرفه جيدا. نعم، هو ذكي ألمعي وله من العلم والفضل محل كبير، وليس الذي ادعي عليه من شأنه أو من شواغله، ولم أره يوما يتكلم عن أمير المؤمنين إلا بالخير، وأحسب أن ما جاءك عنه محض كذب وتلفيق كما قال وبين، إلا إن كان ثمة دليل قاطع بذلك، ولم أجده يا مولاي.